طبعا النهي عن القراءة في أقل من ذلك، أقل من 3 أيام، يعني على وجه المداومة. أما كون الإنسان يقرأ القرآن في أقل من 3 أيام أحيانا، هذا لا ينهى عنه، لأن بكل حرف 10 حسنات، حتى لو ما فهمته ولا عقلته. يعني رجل من الصين يقرأ القرآن ما يفهم شيء، لكن على كل حرف له 10 حسنات حتى لو ما يفهم. وأنت إذا قرأته ولم تفهم، لك على كل حرف 10 حسنات. ولذلك كان السلف في رمضان لهم ختمات،